السلام عليكم يا أحلى أصدقاء. قبل مشاهدة الجزء الثامن من محارب الغيلان، يجب أن تكون شاهدت الجزء السابع. إن لم تفعل ستجد في التعليقات رابط الجزء السابع، والمرجو أن يتخطى هذا الفيديو 20 إعجابا، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. وليتس جو. في الحلقة السابقة التقى تيجو بلونا وعلمها بعض مهارات القتال. بعدها ذهب تيجو في رحلة مدرسية. عاد كل من تيجو وكايدي من الصيد ورحبت بهم رين قائلة: يا إلهي، لقد استطعتما صيد كل هذه الأسماك. وقطعتها رين قائلة: أنا لم أفعل شيء، بل تيجو هو الذي فعل كل شيء، وفوق كل هذا استطاع صيد الأسماك بيديه فقط. واندهشت رين قائلة: الحق أن تمكنت من صيد كل هذه الأسماك؟ بجدية، أنت تمتلك جسد استثنائي وقوة خارقة للعادة. وهم يتحدثون لاحظ تينجو أن أكيرا ساقط على الأرض ويصرخ من شدة الألم. وفورا سأله تينجو عن حالته، وردت عليه رين: اتركه، إنه بخير. وقاطعها أكيرا قائلا: بل أنا لست بخير، لقد جعلتني مثل فئران التجارب وأرغمتني على أكل الفطريات والنباتات من أجل معرفة هل هي صالحة للأكل أو سامة، زائد استعملتني كطعم لإلهاء الدبابة. وصديقنا تينجو بدا مصدوم وطلب من أكيرا الاسترخاء، وفورا فحص حالته الجسدية عن طريق السحر دون أن يعلم أحد. وفي النهاية أكيرا من حسن حظه لم يصب بتسمم. بعدها تفقد تينجو كل الطعام الذي أحضره من الغابة، وبدأ في فصل الطعام الصالح للأكل والغير الصالح عن طريق السحر. فيما بعد سأل تينجو أصدقائه عن من يجد الطبخ، والجميع كان أبيض في طهو الطعام. مباشرة ابتسم تينجو وأخبر أصدقائه أنه يجد طبخ الطعام، ولكن قبل الطبخ يجب على المدرسة تفقد كل المأكولات التي معنا. وفي الحال توجهوا إلى المدرسة. وهم متوجهون إلى المدرسة التقوا بكواراي التي رحبت بهم وسألتهم عن حالتهم الصحية وهل هم مستمتعون مع بعض، ليردوا عليها بأنهم بخير ويستمتعون كثيرا. ثم ذهبوا عند المدرسة التي اندهشت بالمأكولات التي أحضروها من الغابة وقيمتهم كأحسن مجموعة في المخيم. في المقابل الكل كان سعيد، لكن المدرسة قاطعتهم قائلة: لم تنتهي المسابقة بعد، يجب عليكم طهو هذا الطعام، إذا من سيكون المسؤول عن طبخ الطعام؟ وهنا أشار الجميع إلى تينجو. ومباشرة بدأ تينجو في تقطيع النباتات وتحريك الطعام واستخدام مهاراته في الطبخ، والجميع مندهش من مهاراته الأسطورية في الطبخ. بعدها انتهى من الطبخ وطلب من رفاقه تذوق الطعام، وفورا شكروه على الوجبة وشرعوا في الأكل. فجأة ظهرت المدرسة مع بعض المسؤولين وطلبت من تينجو بعض الطعام، وبدون نقاش وافق تينجو. وفورا بدأت المدرسة بأكل الطعام، وبعد مرور الدقائق انتهى الجميع من الأكل. وتينجو سألهم قائلا: إذا هل أعجبكم الطعام؟ بينما الكل حل عليه الصمت. وصديقنا يسألهم مرة أخرى: هل أنتم بخير؟ ماذا جرى لكم؟ وهنا الكل صارخوا قائلين: لذيذ لذيذ لذيذ. وبدأ الجميع يثني على تينجو وعلى طبخه الرائع. فجأة اقتربت المدرسة من تينجو وطلبت منه الزواج. في المقابل الجميع انصدم من الأمر وقاموا بتوبيخ المدرسة. في الجهة الأخرى تينجو اعتذر من مدرسته ورفض طالبها بكل احترام. وهنا المدرسة قامت بحضن تينجو قائلة: أنا أحترم قرارك، لكن أنت ظريف وجميل، وفوق كل هذا تجيد الطبخ، لذا سأنتظرك حتى تغير رأيك وأتزوج بك. وهنا الجميع صرخوا عليها وقاموا بتوبيخها. بعد ذلك انتقل بطلنا من المخيم المدرسي إلى منزله لإطعام نايت الذي بدوره كان ينتظره بشغف وحب. المهم قدم تينجو وجبة العشاء لنايت واعتذر منه لأنه لا يستطيع البقاء معه كثيرا ويجب عليه الذهاب إلى المخيم. يظهر صديقنا تينجو في حمام الرجال وجميع الطلاب يحدقون في اتجاهه، وباطلنا شعر بالتوتر قليلا وسأل أكيرا: لماذا الجميع يحدقون في اتجاهي؟ هل جسمي يبدو غريبا؟ ورد عليه أكيرا قائلا: أيها الأحمق، أنت تمتلك جسم رائع ذو عضلات بارزة ولياقة بدنية جميلة، زائد لا تستعمل أي معدات رياضية، وفوق كل هذا وسيم، حقا الكل سيحسدك على هذا الجسد الرائع. وصديقنا شعر بالخجل قليلا. في الصباح اليوم التالي يستيقظ جميع الطلاب على فوضى عارمة، وجميع معداتهم تم تخريبها من طرف كائن غير معروف، ولكن تينجو ومجموعته جميع معداتهم لا زالت سليمة.
بعد ذلك توجه كل من تينجو، كايدي، أكيرا ورين نحو الغابة وشرعوا في البحث عن بعض الطعام. وهم يبحثون أكيرا عثر على شيء وتجمد من شدة الخوف، وتينجو سأله ماذا بك يا صديقي؟ ولاحظ تينجو أن أكيرا ينظر في اتجاه الأشجار، وفورا نظر صديقنا في اتجاه الأشجار واندهش بوجود أثر مخالب كبيرة على أحد الجذوع، وسرعان ما تذكر أن أكيرا كان طعم لإلهاء الدبابة. ومباشرة ظهر لهم دب كبير الحجم وهاجمهم، وهنا تينجو ورفاقه هربوا في اتجاه المخيم، والدب يلاحقهم ويخرب المكان. في نفس الوقت أمر أحد المسؤولين مجموعة تينجو أن يستمروا في الركض ليتما يجدوا مكان يختبؤوا فيه، وبالصدفة ظهرت المدرسة خلف طاولة وطلبت منهم أن يختبئوا معها، وفعلا اختبأ كل من تينجو ورفاقه من الدب مؤقتا. بعدها أمرتهم المدرسة أن يذهبوا في اتجاه التلاميذ، وسرعان ما ركضوا في اتجاه التلاميذ والدب يطاردهم، لكن المدرسة وقعت أمام الدب الذي هاجمها والكل لم يستطع المشاهدة. ولكن في آخر لحظة تدخل بطل نتيج وأنقذ مدرسته، ثم مباشرة قام بحمل الدب وضربه مع الأرض حتى فقد وعيه، والجميع مصدوم من قوته المذهلة. وفورا ذهب تينجو إلى مدرسته واطمأن عليها، التي بدورها شكرته على عمله البطولي وأخبرته أنها تنتظر قراره بفارغ الصبر حول الزواج. هنا قاطعهم أحد المسؤولين قائلا والآن ماذا سنفعل بهذا الدب المغمى عليه؟ فجأة ظهرت كاواراي مع بعض رجال الأمن وأخبرت الجميع أن هذا الدب سيتم تربيته في الأكاديمية بإذن من جميع السلطات. وسألها تينجو طيب ماذا لو هجمنا مرة أخرى؟ وردت عليه كاواراي إذ كرر فعلته مرة أخرى سنقوم بشويه وطبخه والاستمتاع بأكله. والدب شعر بالخوف بمجرد سماعه لهذا الكلام. بعدها تم نقل الدب إلى الأكاديمية وانتهت الرحلة المدرسية. أتى اليوم الذي سيذهب فيه تينجو إلى القصر الملكي، وهو متجه إلى القصر عثر على بعض الغيلان في طريقه، وفورا هاجمهم النايت وقام تينجو بالقضاء عليهم. بعد قضائه على تلك الغيلان حصل على خوذة غريبة، وفي الزاوية الأخرى يظهر أرنب فوق شجرة ويبتسم قائلا وأخيرا عثرت عليه. بينما صديقنا ارتدى تلك الخوذة ورأى العربة التي ستأخذه للقصر، مع اقتراب تلك العربة سأله أوين قائلا عذرا هل أنت تينجو؟ وسرعان ما نزع بطلنا الخوذة ورد عليه نعم أنا هو تينجو. وسأله أوين مرة أخرى هل أنت مستعد للذهاب معنا؟ ورد عليه تينجو بالطبع أنا مستعد. ومباشرة قام الجميع بوضعية الاحترام، وشكرته الأميرة ليكاسيا قائلة شكرا لك على قبولك للمجيء للقصر الملكي، والآن تفضل معنا. وصديقنا تينجو بدا مندهش قليلا. فجأة قفز نايت على الأميرة وقام بدفعها، والكل مصدوم من نايت، وسرعان ما سقطت الشجرة في مكان الأميرة، وقام تينجو بقطع تلك الشجرة، والجنود ذهبوا يطمئنوا على الأميرة. وصديقنا تينجو لاحظ بعض الخيوط الحادة، وهم نفس الخيوط التي تستعملهم لونا. بعدها طلب تينجو من أوين أن يهتم ويحمي الأميرة، في الحين تينجو طلب من نايت أن يجد له من وراء هذا الحادث. تظهر لونا وهي غاضبة لأن خطتها فشلت. فجأة يتم ضربها من طرف تينجو الذي كان بوضع الاختفاء، وهنا انصدم تينجو لأنه لم يتوقع أن لونا هي الفاعلة. فجأة ظهرت له ليكاسيا وسألته من هذه وهل تعرفها؟ ورد عليها تينجو قائلا نعم أنا أعرفها جيدا، وهي التي كانت تستهدف، زائد هل يمكنني أن أصطحبها لمنزلي لكي تستعيد وعيها وأسألها لماذا فعلت كل هذه الأمور؟ وردت عليه ليكاسيا نعم يمكنك ذلك. في الزاوية الأخرى أوين يصرخ على ليكاسيا وطلب منها عدم الابتعاد عنهم مرة أخرى، وردت عليه ليكاسيا قائلة أنا الآن سأذهب مع تينجو إلى منزله، في حين بدأ الكل مصدوم من كلامها. وهنا ينتهي ملخصنا يا أصدقاء، انتظروا الجزء التاسع واسم الأنمي ستجدونه في صندوق الوصف أو في أول تعليق. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.
tried my tongue, it's bad.